وبالعودة إلى أجواء الاحتجاجات الشعبية، حيث استمرت مظاهر الاحتجاجات في مختلف محافظات المملكة لليوم السادس على التوالي، المطالبة بسحب مشروع قانوني ضريبة الدخل والخدمة المدنية. الاحتجاجات ما زالت مستمرة لليوم السادس على التوالي في محيط الدوار الرابع في العاصمة عمان وعدد من محافظات المملكة، مطالبة بتحقيق المطالب الشعبية وإلغاء عدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السابقة. على صوت الرابع بمطالباتهم بتغيير النهج، وإن الحراك الشعبي يطالب بإلغاء قرار رفع الدعم عن الخبز والسلع الأساسية التي أضيفت عليها ضرائب تصل إلى 5%، والإفراج عن بعض المعتقلين منذ اليوم الأول. بعد ما خلصوا من المحكمة كان في عملفهم ما يسمى أمر إعادة، تم إعادتهم إلى المركز الأمني ومن ثم إلى الحاكم الإداري. ما لا يملك القاضي ملك الحاكم الإداري بتوقيفهم، وحط عليهم كفالة عدلية أتوقع بقيمة 100,000 دينار، يقتطع نسبة منها لوزارة المالية أيضا. وأثناء احتجاج الرابع طلب مساعد مدير الأمن العام اللواء فواز المعايطة من المحتجين نقل وقفتهم إلى ساحة مجاورة حتى يتسنى فتح الشارع أمام حركة المرور، فيما صرح المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين حواتمي إن جميع الأردنيين رجال أمن ومدنيين يد واحدة لخدمة الوطن، وإن الأمور هادئة في المحافظات وجميعنا في خندق واحد. هذا مش شيء عفوي من الأجهزة الأمنية، هذا نهج سياسة أمنية إنه ما في الشعب أنتو نحن، إحنا كلنا الأردن، كلنا مواطنين، كلنا تحت القانون، كلنا نشتغل على إذا في عناصر تخريب أو واحد خارج على الخط كلنا نطلعه مع بعض ونقول له أنت مش معنا. كما انطلقت مسيرات من الطفيلة ومأدبة وإربدة والكرك مطالبة بتغيير النهج الاقتصادي وإيجاد حلول وطنية لتبعات هذه القرارات.